يحصد الإيرانيون اليوم ما فعلته أيديهم بالأمس. تراجع الالتزام بالضوابط الصحية قبل أسابيع انعكس ارتفاعا في أعداد الإصابات والأكثر إيلاما، حصيلة غير مسبوقة للوفيات، مشهد لم يكد الإيرانيون ينسوه حتى عاد من جديد. ليست موجة كورونا الثانية تقول وزارة الصحة الإيرانية حتى الآن. السبب الرئيس لارتفاع الإحصاءات هو عدم مراعاة الضوابط الصحية في الأسابيع الماضية. أكثر من ربع مليون مصاب بكوفيد 19 في إيران، وارتفاع في أعداد الحالات الحرجة. وبعد أن أغلقت أبوابها، المستشفيات الميدانية تعود مجددا إلى المدن المتأزمة. تأزم فرضه واقع اجتماعي واقتصادي معقد. الإلزام بوضع الكمامة في وسائل النقل العامة أولا ولاحقا في جميع الأماكن المزدحمة والمغلقة لم يحد بعد من تسارع عداد إصابات ووفيات كورونا. قرار بإغلاق جميع صالات الأفراح والأتراح وإعادة للقيود الاجتماعية مجددا في عدة مدن إيرانية. أراعي التباعد الاجتماعي ما استطعت وأرتدي الكمامة عندما أخرج من المنزل. علينا أن ننبه بعضنا البعض بشكل محترم ويجب مراعاة البروتوكولات الصحية. بين واقع طبي ينبئ بتفشي كورونا مجددا في إيران وواقع اقتصادي تشي به الأوضاع المعيشية، لا يفوت المسؤولون الإيرانيون فرصة توجيه الاتهامات لواشنطن أيضا بتأثير ضغوط عقوباتها القصوى على جهود إيران في احتواء الجائحة. كورونا في إيران عود على بدء، لكن هذه المرة بدل الدعوة إلى الحجر الصحي الطوعي المنزلي دعوات للالتزام بوضع الكمامة، عسى ألا تضطر الحكومة إلى العودة لسياسة الإغلاق. حازم كلاس، العربي، طهران.